الله 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 مسكين الله يتفقد فيها وحق الله شوف شوف في الصلاة مسكين الله الله. نفترضوا الزوجة ديالك محتاجة شي حاجة ضرورية في المطبخ وكان الوقت ليل ها وانت دوزتي النهار كامل في الخدمة راجع للدار عيان يطلقاتك قدام الباب شنو غادا تدير هي يعني احنا بغينا منك جواب عن ردة الفعل ديال الزوجة ديالك واش غادي تسبقها ليك في الباب ما حدك يلاه دخلتي باش ترجع دغيا وتجيبها لها تقضي لها الغراض ولا غادي تسناك ترتاح وتطلبها منك ولا غادي تمشي هي تقضي الغراض واخا بالليل شنو هو جوابك هيش أمراد الصراحة ما تخليني تمشي تمشي هي تقضي لا حتى هي ما غتمشيش تخليني نرتاح تخليك ترتاح اطلبها منك أيه. واخا سيدي غادي نمشي ونشوف ابتسام اش غادي تقول ابتسام دنيا شنو هو جوابك حبيبتي الو غادي نخرج بالليل غادي تخرجي زوين عاوتاني اللي قالك نخرج بالليل هي انت ما عندك الراجل باش تخرجي بالليل وداك الراجل مش قاعد كيدير في الدارات والله العظيم الا هذا البرنامج الا الله العروسه برنامج تافه اتفه برنامج على وجه الارض هو هذا يا بلاد يا زكريا انت شي مسكين صيد حوت قدامك يا بلاد يا زكريا شاكي بو واكتو مش شفتاري مراكش اكاش امير بو فاكتو مش مش لو كاش بروبليم باك لك طيب شوم هاز امو دورات سي شيبا دورات سي يلا دور سي بو شفتاري تزيت شفتاري تزيت مروكا مامتو مامتو نزيت نزيت فيتن على جرمانيا المانيا كارغا جرمانيا بابو فوتي جرمانيش عم بيشن بس دوش هادي كتشي بلولو هولو هادوك الناس ديال جامعه فينا كاع اللغات يا خويا تيهضروا بهم والله العظيم واحد البنت قالت لي وي وي الجيران يعرفوك حتى هما شنو قالت لي زوج الجيران زعما نصدعهم والله الحمد لله سيدي ربي طيحني في واحد جاراتي اللي ادغوات واللي اغوش صاحبتي اللي ادغوات كتسمع موسيقى تتقول لي اش تديري انا جايه واللي اغوش عارفه نستيو نقطع الوراق دونك بجوجهم صحباتي الحمد لله ربي طيحني فيهم دونك ما كنصدع حتى واحد وكيفاش كنكون مسافره وكندخل الدار مع الباب تيعرفوني جيت كنهضر بالغوات انا لي زونفون بحال دابا لا دغني خفا كانوا معايا شيماء وياسين داكشي في الباب في الباب كلشي كاع الهضره كامله كنقولوها في الباب المود ديال الضحك راه فيغيتي انا جو سوي كومسا جو سوي سبونتاني ما كنبغيش نبقى ندير لا ما نديرش هادي بيان سور جو با ديرونجي لي جون ولكن ما تنبقاش نقول لا قولي هادي ما تنبقاش نختار شنو نقول ميم فاش كنكون مع الناس كلشي تنقولو جو سوي كوم سا جو نو بو با فيفغ ما في ونبقى حاضيه قولي هادي ما تقوليش هادي سوا نجلس معاك نقول لك كلشي سوا نجلس معاك فهمتيني فهم دابا علاش الدارجه مخلطه مع الفرنسي علاش هضري لنا بالفرنسي ولا هضري بالدارجه صافي عشان الوقت تفضل حاضر انا بس عشان يقول لي الفتوى صح تفضل. انا كنت بس بحب واحد وكنت متجوزه وكان معلش كان متجوز رحت للشيخ وقال لي اعمل لك جلب واخديه يحبك وهياخد مني 10000 جنيه وفعلا اديته 10000 وطلق مراته واتجوزني لا حول ولا قوه الا بالله طلق مراته وعشت معاه يعني احلى سنتين في حياتي وخلفته منه بنت وبعدين معاملته اتغيرت معايا وسابني ورجع لمراته الاولانيه طبعا وعرفت انها راحت لنفس الشيخ مراته الاولانيه استني مراته الاولانيه راحت لنفس الشيخ اللي انت رحتي له اللي انتوا معتقدين اللي هو اللي عمل الليله دي كملي هتفضلي ولما رحت للشيخ قال لي ده شغلي واكل عيشي بس انا عادي ممكن ارجعه لك بس تاخد منك 30000 لا حول هو ياخد منك كام 30000 ما شاء الله طب ما تدفعي له ال 30000 ما انا مش معايا الفلوس فقلت اخد قرض في ناس اخد قرض في ناس بتقول ان القرض حرام بس لو حاجه ضروريه مش حرام لا اله الا الله لا اله واش هذه مني ذا إلا داك السحور داك الشعوادة وداك التخربيق كله ماشي حرام إلا القرض هو اللي حرام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا الله لا إلا الله هذاك الراجل تيبان ليا مسخوط الوالدين ما كاينش اللي مزح هذاك مسخوط الوالدين اللي كتسحر لي هادي وكتسحر لي هادي
الله يكمل بخير، الله يجعل كل شيء مبارك مسعود. الزبغة ديال الطفار هذه على الأشكال والأنواع هذا. شوفوا البنات شنو كتجاوب طفاركم. هادو الصبيغ اللي كيتباعو على 5 دراهم ما عندهم وقت. والو كيف نجح؟ هادو غاديين معرض الحج ولا معرض العمرة وقاعدين تاع تقيل الموسيقى وقاعدين يشطحوا مع راسهم قبل ما يمشيو يوصلوا لنوبهم اخر دن قبل التوبة. عرس بسيط عادي زعما ماشيش العرس تقريبا تقام شي 200 مليون. هذا عرس بسيط تقام 200 مليون وقالت لك عرس بسيط جدا. اما كون درتي شي عرس فخم كبير شحال بغيت تقام؟ جوج المليار ثلاثة المليار؟ هذا غير حاجة عادية عطى على الجيران صحاباتها تقام 200 مليون. امك يا امك انا ما غير هيك كتوقف في السطح هيك كيشعل الضوء الاخضر. اسمع هنا مباركة، ما هي إفريقية ما هي أوروبية؟ تحكي عربي وما يفهمنا عربي. المخطط الأخضر والخضرة غالية، جوج طحور والحوت غالي، بلاد الكسالة والكانسكيت، الحظية في الدم واش من ويكي ويكس. المروك بلاد لاباس عليها وكل شيء مكمل غير بالدفال. نعرفو نبنيو وما نعرفو نصالحو، وملي كنتلاقاو كنهضرو كلنا دقة وحدة، كل شيء كيهضر جملة بحال الدجاج ما يتلوح ليه الله. كيتناقضو. المروك 40 مليون سياسي، في 40 مليون مدرب، في 40 مليون فقيه، في 40 مليون عالم، في 40 مليون كريتيكس، في 40 مليون طولانطي، 40 مليون مدافع على المرأة، 40 مليون خواف، وهادو كلهم أصحاب الرابعة. أما كاين غير هايش مايش. المهم هادشي بقى بيناتنا الخوتات. واش هادشي المغاربة كاع اللي قالت هاد خيتي كاين؟ كاين بصح هادشي اللي قالت كله، ولكن المغرب كيبقى أحسن بلاد في العالم. أنا اللي كان تنعرف وعاهدي به هو الإنسان تيبوس في الجبهة ماشي في الفم. وقدام الناس وقدام العائلة ووالديها عادي هادشي عادي مكاينش غرام ديال المشكل هاك عادي. اش غادي نقول لك؟ شوف انا ما كنبغيش نهضر مواضيع بحال هكا، لان شوف كيبقاو هادوك الدراري عاوتاني راه واحد كيمثلوا واحد الشريحة ديالنا، ولادنا ديالنا خوتنا فهمتيني، يعني كيقدروا انهم يخطوا غير هو ما خصوش عاوتاني حنايا اللي كيطيح شي واحد ما خصناش ننزلوا عليه عاوتاني ديك النزلة اللي فهمتيني، يعني ديالنا في ديالنا كنحاولوا اننا نوريهم الخطا ديالهم وبلاتي هي احسن فهمتي. ومن بعد انا كنظن الدراري ملي غيوصلوا لواحد النضج معين غادي هما غيقولوا احنا في واحد الواقع منا وكذا. الصراحه هذوك الدراري والله يبقاو فيا مساكن على صحابي ربع سنين عامين عامين لواحد. انا شنو داروا كاع بسلام منهم؟ شفروا قتلوا شنو داروا؟ عامين بزاف اصاحبي. كان لهم بعدا يعطيو غير شي غرامه، كاينين شي وحدين كيسبوا تيعايروا تيكميو في المنصه وتيشربوا الشراب وقدام الجمهور وكلشي، ما هضر معاهم حتى واحد ما قال لهم حتى واحد شي حاجه. وهادو اخويا نزلوا عليهم نزله خايبه صاحبي والله العظيم. من الحكره ما تيبغي لا الله ولا العبد صراحه والله تيبقاو فيا بالله. طاكسي واحد المراه واقفه، السيد واقفه وتنزل عباد الله، في الاخر تيقول لك علاش الان درايف؟ علاش الان درايف؟ علاش الان درايف نخدم معاه ونشوف الناس واقفين عنده باقي وباقي تيوقف الناس وما تيهش الناس. سي بوغ سا
علاش انا متفق انهم يديروا الان درايف وكل ما خصين لهم ويخدموا. فما شوف الناس وقف في الشمس وتحد ما توقف ومن توقف لا توقف لا توقف لا راه ماشي معقول هادشي. هانتوما شوف المراه قداش المراه هانتوما سمحوا لي وفي الشمس ولا لها شتي ها الطاكسي الثاني تاع هو باش يوقف لها دابا واش ماشي عيب ماشي عيب هانت ها الطاكسي الثالث ها الطاكسي الثالث زاد شافها امراه جا ودابا هذا راه وقف للسيده الطاكسي وما دارش ومنين شاف الكور راه مشى عند الكور راه هو تيهضر مع الكور شي من لهيه من جهه اخرى. هو فعلا راه الطاكسي تمراش والله يا خويا ما تيوقفوا البنان بالله كيشوف الكاوري تيوقف ولكن انت ما يوقف ليكش ما يتسوقش لك نهائيا. والله الا عرفتي من واحد البنكة كنمشي ليها انا بحال هاد الشكل هكا حدا الكيشي كي بديتي تشرشر عليك الماء من الفوق بحال هاد الشكل هكا نيت واش عندهم شي قادوس مهراس ولا ماعرفتش المهم شنا هو عندهم شي ديفو تما تيبان ليه قلت حرفي راه عجبي يا مش عارف شهر شهر يا فاضل هنا دنا بها يا فاضل هنا حمد بها. السؤال هنا فين هو هذا الراجل فين هو هذا الراجل اللي ما بان ليه حتى راجل الراجل كاع اللي ما تيغيرش على مرتو ماشي راجل. الخبر بيني بوحدي انا حتى جبت هادشي هذا عاد صبرت امي اما انت واحد ما كان عنده صبر سندي راه خوتي قلت معاه شي حاجه وهاديك النهار راه هو عنده يا المهم اخر له يا جميل سنحيل ويا جميل تركه دير سن سنحيل ويا العربي سنحيل ويا العربي لا انت جميل الله يحفظك وكتبوا فيها العربي ان شاء الله ان شاء الله الوليد حبيباتي تويور حبيباتي تويور فرحانة وتقدني فرحة ولا فرحانة أنا جاي الدنيا الله يخليك يا العزاز قال لي فرحيني وصليني لهاد الفرحة إلا قطيكم عليا قال لك ما عمرو احتفل بعيد الميلاد حيت باه قال ليه راه حرام ودابا مع اليوتيوب رجع حلال.